الآلاف يخرجون إلى الشوارع في زيمبابوي لمطالبة روبرت موغابي الموجود رهن الإقامة الجبرية منذ أيام بتقديم استقالته. احتجاجات تعتبر أول حراك للزيمبابويين منذ انقلاب 15 نوفمبر، وتأتي بعد دعوة قادة حزب الاتحاد الوطني الإفريقي الرئيسة إلى الاستقالة وزوجته غريس موغابي إلى الاستقالة من الحزب، وهو معطى ميداني جديد يبدو أن انقلابيي زيمبابوي لجأوا إليه من أجل إعطاء انقلابهم صبغة جماهيرية بعدما أقنعت الرأي العام الوطني والإقليمي والدولي بأن ما حصل ليس انقلابا، وأن المستهدف به ليس موغابي وإنما المحيطين به، ليكون الشعب هو من يطالب بمغادرة الرئيس. وقد ظهر موغابي للعلن يوم الجمعة حيث حضر حفلا لتوزيع الشهادات على خريجي جامعة زيمبابوي، وهو حضور فهم على أنه رسالة لتأكيد العسكريين على أن ما قاموا به ليس انقلابا، وأن موغابي لا يزال يحضر النشاطات الرسمية رغم أنه تحت الإقامة الجبرية. وقد دعا عدة من القادة الأفارقة موغابي إلى مغادرة السلطة، فيما طالب الاتحاد الإفريقي بعودة الشرعية في البلاد واصفا ما حصل بأنه شبيه بالانقلاب. ويحكم موغابي البالغ من العمر 93 سنة زيمبابوي منذ استقلالها عام 80 900 وألف، ولم تشهد البلاد تداولا على السلطة منذ الاستقلال. وتعيش زيمبابوي أوضاعا اقتصادية واجتماعية تصف بصعبة، كما أن لموغابي مواقف لاقت استهجانا من طرف العديد من البلدان الغربية، وقد لاقى اختياره مؤخرا من قبل منظمة الصحة العالمية كسفير لنيات الحسنة رفضا دوليا كبيرا، ما جعل المنظمة تتراجع عن اختيارها، وهو ما أشار على أن الشيخ المسن موغابي لا أبا له يسأمي.